بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الإخوة والخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نسعد في هذه الليلة المباركة من ليالي شهر رمضان الكريم، وجريا على العادة السنوية الحميدة أن نلتقي بالإخوة والأبناء في النادي الكويت الرياضي للصم لنتبادل معهم التهاني والتبريكات بهذا الشهر الفضيل أعاده الله على الأمتين الإسلامية والعربية وكويتنا العزيزة وشعبها الكريم بالخير واليمن والبركات. تأتي هذه الزيارة لتؤكد اعتزازنا بإخواننا وأبنائنا في النادي الكويتي الرياضي للصم وفخرنا بهم وتقديرنا لجهودهم التي برهنوا بها على قدرتهم على تحقيق الإنجازات، وإننا لنقدر كذلك الدور الكبير الذي يؤديه النادي الكويتي الرياضي للصم، مؤكدين حرص دولة الكويت على رعايتهم ودعمهم من خلال توفير منظومة راقية من الخدمات تقدم لهم إيمانا منا بأنهم جزء لا يتجزأ من ثروتنا الحقيقية ورأس مالنا البشري، وأنهم شركاء في مسيرة نهضة وطننا الغالي. الإخوة والأبناء، لقد رسختم بقدراتكم ومهاراتكم أنه لا إعاقة بالإرادة والرياضة، وأنكم قادرون على تحقيق الأهداف والطموحات. ونسجل في هذا المقام إشادتنا بكم وبمباركتنا لكم على إنجازاتكم خلال الفترة الماضية على المستوى المحلي، ورفعكم راية الكويت عالية خفاقة في المحافل الرياضية على الصعيدين الأقليمي والدولي، بحصولكم على مراكز متقدمة في ألعاب البولينج والرمح وكرة القدم صالات، مقدرين مواصلتكم التعاون مع أجهزة الدولة والجهات الداعمة تحقيقا لمصالح أبناء النادي، واستمرار التعاون الخارجي مع الاتحادات المناظرة، ومشاركتكم في المؤتمر العربي الأول لنشر لغة الإشارة الذي أقيم في المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة العام الماضي. ونوجه القائمين على النادي ومؤسسات الدولة المعنية بتوفير متطلبات منتسبيه الرياضية والثقافية والاجتماعية والصحية والتوعية والنهوض بمهاراتهم وقدراتهم ليواكبوا مستجدات العصر الحديث، وتوفير الأجهزة والتقنيات والبرامج التي تساعدهم على التواصل والتفاعل مع المحيطين بهم، وبخاصة ما يتعلق بسلامتهم. وفي الختام، لكم منا جميعا التحية والسلام، راجين لكم دوام التميز وتحقيق المنال، داعين الله تعالى أن يوفق الجميع لخدمة كويتنا الغالية ورفع شأنها وازدهارها. والسلام عليكم
ورحمة الله وبركاته.